هنعمل ايه بكره؟ انا زهقت قوي. الاجازه طويله. الاجازه طويله والمشكله مش بنعمل فيها حاجه، يعني الاجازه لو قصيره وبنعمل فيها حاجه ماشي، انما دي ايوه ثانيه ايوه ثانيه اتفضل يا جدع. ايه يا جدع عامل ايه؟ الحمد لله. انت قصة طويلة قوي صح؟ انا نفسي نعمل حاجة في الأجازة بدل ما تعدي كده. أنا يومي كل شوية عمال يتكرر مش عارف أعمل إيه. يعني نفسنا نعمل حاجة تفيدنا وتفيد غيرنا وفي نفس الوقت نفتخر بيها لما ندخل المدرسة. أحسن ما صحابنا نيجي يقول لهم إحنا كنا بنخرج وإحنا كنا مش عارف إيه وإحنا مش لهم وإحنا قاعدين في البيت نلعب شوية مع بعض ونتكلم حاجات تافهة. فاهمني؟ يعني مش الحاجة اللي إحنا بنفتكر بيها قدام صحابنا. عارف أنا من زمان أوي نفسي أعمل حاجة وأقول لأهلي أنا عملت حاجة والناس تتخيل. نبقى فرحانين بيها ولا إيه يا عبد الله؟ يعني إحنا أنا وأنت أنا وعبد الله كنا بنتكلم في إن إحنا نعمل حاجة الأجازة، يعني هي الأجازة طولت وإحنا كنا نفسنا نطول بس ما تطولش بالطريقة دي. يعني أنا دلوقتي بتمنى إن الأجازة كانت تبقى قصيرة وتبدأ معايا من أولها وهي قصيرة بس يكون فيها حاجة، صح؟ أيوه ثانية واحدة بس. ألو طيب ايه؟ في حاجة؟ طب اقفل انا جاي سريع. في ايه طيب؟ في مشكلة في البيت ثواني بس. طب ما شوف بس في ايه واقف. هتصل البيت طيب. ماشي. هتصل بيك ها؟ بس ما طمني عليه في النفس. ماشي. الواد كده قلقان عليه. والله لازم تصل. لو قلت لي في حاجة عنده ربنا بص. بقلق. يعني هو ده ما كملش دقيقتين يعني ثلاثة. مش قادرة أقوم. الكهرباء لسه ما رجعتش. مش عارف. أنا كنت بفكر إن أنا جيت هنا بعد كده لقيت نفسي وقعت. حاجة غريبة أوي. معايا طيب. شفت اللي انا شفته؟
طب جربها تاني استنى. شفت اللي شفته؟ بجد؟ استنى مش ممكن يكون عبد الله، انا بحدف كتل كهربائية. نسينا على مخنا مثلا. انا بحدف كتل كهربائية بجد. ازاي؟ احنا بقينا خريطين بجد؟ ما تخدنيش بقى، انا مش مقصر على نفسي. طب انا ازاي اختفي ده؟ المفروض يعني بص خلي جوه نفسك كده، انا عايز اختفي وفكر فيها خمس ثواني. انا عايز لازم نقول لجهاد، نقول له اول نتصل بيه بقى، بس ما نعرف الاول انت بتختفي ازاي. حط جوه نفسك ان انا عايز اختفي. ايه ده عبد الله؟ بقيت موجود. انت اختفيت. انت عرفت تأثر على نفسك. لا طب انا عايز ارجع. انا وانت بقينا خارقين. انا بقى في كتل كهربائيه وانت بتختفي. ياه كده انت عرفت بتختفي ازاي؟ ايوه خلاص. عشان ترجع نفسك زي ما انا قلت لك. انت رجعت عبد الله. احنا عندنا بوخرك يا عبد الله. بس وعد ما بيني وما بينك ان احنا ما نستغلش القوه دي الشر خالص. اتصل بجهاد اقول له، بس مش هقول له عقاب غير لما يجي، اقول له تعالى. ايوه عشان يتخض ويقول. الو يا جهاد، تعالى لي مخصوص. بص بسرعه على قد ما تقدر، انا عبد الله عايزينك في حاجه مهمه جدا. بسرعه يا جهاد ما تتاخرش، الحاجه دي مهمه عايزك فيها بجد بسرعه. سلام. صح، هو ايه اللي حصل؟ ما انا نسيت اساله، ما يجي نساله. بس المهم ان احنا عندنا فوق خارقة. طب يلا شغلانه بقى، تعالى عشان انا اجربك بالقوه اللي عندي. تعالى نشوف العداد تاني. استنى قبل ما تعمل اي حاجه، استنى عشان ما اكهربش تاني. يلا انا هجرب القوه الخارقة اللي عندي. تفتكر هتشتغل؟ معرفش. ممكن اكل غدا. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ طفي الدنيا. ايه ده يا عم؟ ايه اللي بيحصل؟ بس الحمد لله طلع النور اشتغل. انا بيت خوري. ايوه ثانية واحدة. اتفضل يا جاي. ايه بقى الموضوع؟ هقول لك اللي حصل يعني. رجلي بعدني قوي. معلش. ايوه ايه بقى اللي حصل بقى؟ انت بعد ما انت مشيت اللمبه دي النجفه اتفصلت. انت فهد انت جايني عشان تقولي اللمبه اتفصلت؟ اسمع بقى يا اخي، انت فاهم هتعمل. اسمع والنور هنا كان شغال. اللي حصل ان ايه اللي حصل؟ قفل نزل زي كهربا من النجف. ماشي رحت انا وعبد الله طبعا عشان نعمل ايه؟ نفس على انا وعبد الله كهربا وقفل. طب معاك ما رحتوش في حرق ولا حاجه؟ ما فيش اي حاجه. قمنا انا وعبد الله شغالين نقوم، قعدنا عبد الله فجاه عبد الله بيختفي، واللي انت قعدت عليه دلوقتي ده عبد الله وهو كان مختفي، مش انت اللي ما شفتوش. العب عبد الله واللي يسبوه حاجه تانيه. بص كده بعرف اعمل حاجه كمان غير الكتل الكهربائيه. طب عندنا قوه خارقه. انا وعبد الله بقينا خارقين. فين؟ بس ده بسبب الكهرباء. عفاريت. كهرباء ايه وبتاع ايه؟ ما تخافش كهرباء ايه يا عم؟ رايح فين؟ اه عبد الله يا جهاز ما تخافش. يا عم ما اخافش ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ما تخافش، تعالى بس اقعد انا هفهمك كل حاجه بهدوء. تعالى بس نقعد وانا هفهمك كل حاجه. انا والله هفهمك كل حاجه. لا ما تخافش، في ايه؟ احنا نعمل لك حاجه. ما تخافش انت مهما كان، انت صاحبنا يا جهاز. انا جهاز بس ما تخافش، انت صاحبنا وعمري ما هزيك. دلوقتي احنا اتكهربنا زي ما انت عارف، واللي حصل لنا دول مش بايدينا. بس انا حبيت اوريك لان انت بالنسبه لي احسن صديق ليا. انا عشان كده وريتك، فما تندمنيش ان انا كنت معاك.
بص حاجة مش عارف اقول لك ايه. مش ما بتحصلش اصلا. بس انا مش بضحك عليك، انا وريتك فيها في ورقة افلام هوليوود. يا عم احنا وريناك اهو. يا لو حد زي اللي حصل بقى يا ده بقى ده كده ممكن تفكر في ايه؟ روح اشمعنى انت بتختفي وهو بيكبر؟ مش عارف بس احنا لقينا يعني هو ليه علاقه بالكهرباء. انا مش قايله هو كده. هو انا لقيت عبد الله فجاه اختفى وانا بهرش في دماغي الكهرباء. بص عليه لقيت ايه؟ بس هو يعني خالف وهو اللي ولع اللمبه. وانا اللي ولعت اللمبه. اللمبه بايظه اصلا. انا ولعتها بالقوه بتاعتي اللي هي كل ديت الكهرباء اللي انا وريتها لك. بتعرف توليت لي كل ديت الكهرباء دلوقتي؟ كلام تاني ولدها. حلوة. تفكر هنحارب الشر زي بيت الأفلام؟ صدقتني بقى دلوقتي؟ طب أنا هقوم أجرب. تجرب إيه؟ أنت عايز تبقى زينا؟ أنت مجنونة؟ أنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل لك. استنى استنى ممكن ما يحصلكش. الله أعلم إيه اللي يحصل لك. هو كده أنت بني آدم زيي وأنا بني آدم. يعني اللي حصل لك هيحصل لي. جهاد ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا جهاد قلت لك ما تجربش. يا جهاد هتندم. يا جهاد انت كده هتحسسني بالذنب ان انا قلت لك على ثواني ثواني. حوالي مفيش اي حاجه عادي. انت شايفني؟ شايفني؟ اه شايفينك عادي. جدعان بقى ايه بقى؟ وبعدين؟ خلاص هي اللي هي كانت محاولة منك وخلاص. انا ما اتكهربتش كويس يعني. لا 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 اقعد بقى. اقعد يا جدع. ما تحسنيش بالذنب ناحيتك والنبي. خلاص ده قدر. ده قدر. معلش ده قدر. ايه طب مره بس مره. ده قدر. طب ده قدر. ده بتاعنا. ده حصل لنا خلاص. مش شرط تحصل لكل الناس. ما هي ناس الكهرباء غيرنا يا جهاد. اشمعنى؟ معلش هو بيبقى قدر. وممكن تكون انت ما اكتشفتش اصلا اللي فيك. ممكن الله اعلم. انا وعبد الله ما اكتشفناش من اول ما كهربنا كده. انا وعبد الله قعدنا بتاع ساعه بعدها. طب ممكن مد ايدك. متحاولش متحاولش. مفيش حاجة يا جهاد. جهاد متحسنيش بالذنب ناحيتي. جهاد متحسنيش بالذنب ان انا قلت لك. افرض انت جربت تاني يحصل لك حاجة. يا عم ما يحصل لي. يا عم انا اللي هيحصل لي والله. مش انت يا جهاد. انت محصل لك اي حاجة انا هحس بالذنب طول عمري. ليه ليه؟ انا اللي عامل في نفسي كده اصلا. انت اللي عامل. مين اللي قايل لك؟ مين اللي عامل؟ مين اللي قرر ان هو يعمل؟ يا جهاد انت ما قلتليش جرب. انا اللي قلت لك انا عايز اجرب. في الاخر انت صح. انا ما اقدرش ان انا ابقى متسبب في حاجه ليك وحشه. انت عارف ما رضاش لك اي حاجه تضر. طب اعمل ايه انا بقى كده؟ انا عايز يبقى عندي قوه زي بلاش طمع. جاد ربنا ورزق كل واحد في حاجه. هو اللي احنا عملناه ده ما حصلش بصفه ربنا اللي عايز كده. ما تطمعش يا عايز. ما تطمعش في الطمع كنت وحش. دي نصيحه مني انا. اخوك مصطفى كنت عارف. طمع اخرته وحشه. افتكر الكلمه دي طول عمرك يا جاد حتى لو احنا اتفرقنا. طمع اخرته وحشه. همشي بقى دلوقتي. ليه؟ انا هروح افكر مع نفسي كده شويه في اللي انت قلته لي دوت. وبالمره لو معايا قوه. لو معايا قوه هشوفك في شكلك. بس عشان خاطري ما تجربش الحركه دي تاني. يا جهاد بيتكسر. رد طبعا. الو يا جهاد عامل ايه؟ بجد امتى؟ عرفتها النهارده؟ عارف قوة الخارقة. يلا. اه والله. طب هي ايه؟ هي ايه؟ ليه؟ طب ماشي انا مستنيه بس بسرعة. سلام سلام.
تاريخ كتب خارقة النهاردة. اه والله بيقول لي على الكتاب اقول له بس ما رضيش يقول لي ايه هو جاي. خلاص ماشي ايه جاس نعرف انا كده بقى كل اللي هيتكرر الامر مش عارف ده قدر ولا دي حاجة عادية ولا حاجة في كل مكتبه مش عارف ازاي. مش لازم نجيب حد تاني خلاص حرام يمكن حد يستغلها في الشر خلاص خلاص استناها خايف منه بص احسن يستغلها في الشر. لا جت كويس جدا يعني ان شاء الله بجد انا ما انا عارف انه يستغلها في الشر مش عارف ايه افضل. ايه اللي انت عملته ده يا جهاد؟ ايه اللي انت عملته في عبد الله ده؟ ايه اللي انت عملته في عبد الله ده؟ انا عرفت قوتي الحقيقيه يا حاتم. انا عرفت قوتي من قبلك. عبد الله قوم بسرعه. شفت يا صاحبي قلت لك الطمع اخرته وحش ما سمعتش كلامي هي دي اخرة الطمع. سلام يا صاحبي.